أطلق البنك الوطني الجزائري أول وكالة متخصصة في الصرفة الإسلامية بحسين داي بالعاصمة، والتي تسمح بتقديم خدمات مصرفية متنوعة ومطابقة للشريعة الإسلامية. تغطية في الموضوع لمالك لكاك. البنك الوطني الجزائري هو كان أول بنك وطني عمومي أطلق خدمة الصرافة الإسلامية في أوت 2020. حاليا عندنا 64 شباك متواجد على مستوى كامل التراب الوطني، واليوم بفضل الله قدرنا نحلوا أول وكالة مخصصة للصرافة الإسلامية اللي حتكون إن شاء الله بداية جديدة لهذه الخدمة في البنك الوطني الجزائري. في الوكالة المخصصة للصرافة الإسلامية يعني توجد كل الخدمات البنكية من الحسابات، حسابات ادخارية، حسابات تجارية، تمويلات للأشخاص اللي هما الأفراد، للمهنيين والمؤسسات أيضا، بالإضافة إلى كل وسائل الدفع وسائل الدفع عن بعد، ولا وسائل الدفع اللي هما كما نقولوا البطاقات البنكية وغيرها من وسائل الحديثة. هذا ويؤكد أعضاء الهيئة الشريعة للإفتاء للصناعات المالية الإسلامية أن منتجات الصرافة الإسلامية موافقة لمجامع الفقه الإسلامي في الجزائر والعالم الإسلامي، ولا يوجد أي شك في مطابقتها للشريعة الإسلامية. حيث أن كل البنوك في حوالي 10 بنوك في الجزائر اللي راهي تقدم خدمات مالية إسلامية، كل عقودها، كل إجراءاتها تمر عبر المجلس الإسلامي الأعلى. تدرس هذه العقود بعناية فائقة، اختير لهذه الهيئة الشرعية الوطنية أفضل ما أنجبت الجزائر من علماء، هنالك طب بالطبع علماء آخرون، ولكن لابد من اختيار مجموعة، نحن سبعة يعني الهيئة تتشكل من سبعة. نوضح هذه المسألة باش نزرع الثقة، العلماء راهم يقدموا في هذه الأعمال ومصرون أن تكون بدون مقابل مادي، نحن نقدم هذه الخدمة خدمة لبلدنا وخدمة لشعبنا. منتوجات مدروسة من طرف خبراء، من طرف مشايخ، من طرف علماء درسوا هذه المنتوجات ورأوها بأنها موافقة تماما لأحكام الشريعة الإسلامية، فلذلك يعني هذه المنتوجات توافق مبادئ الشعب الجزائري الذي هو شعب مسلم ويحب الإسلام ويحب الحلال، وهو شعب يرفض الربا. ومن جهة أخرى، قام البنك الوطني الجزائري بإطلاق منتج إسلامي جديد يطلق عليه الإيجار العقارية المنتهية بالتمليك، والذي يسمح للأفراد بشراء عقارات تستخدم بغرض السكن مقابل دفع مبلغ للإيجار على فترة محددة مسبقا. أيضا إطلاق تمويل جديد اللي هو الإيجار العقارية، هو أيضا مخصص للأفراد، وهو عبارة عن تمويل لشراء سكنات عن طريق الإيجارة. يعني الإنسان الطالب يجي يشري يتقدم بالطلب دياله، نقوم احنا بكراء هذا الشقة ولا هذا المسكن لمدة قد تصل إلى 30 سنة، وفي عند انقضاء هذه المدة يقدر الفرد أنه يتملك هذا السكن.